ارتأت مصالح أمن ولاية الجزائر تنظيم زيارات لفائلة الأطفال المرضى المقيمين بمستشفيات. طبعا هذه التفات الإنسانية تدخل ضمن تقاليد المدير العام الوطني. اليوم نحن على مستوى المستشفى الجامعي لمصطفى باشا، أين قمنا بزيارة القسم الأطفال من خلال توزيع هدايا، والهدف هو مقسمة الفرحة وفرحة العيد الفطر مع هذه الفئة. صح عيدكم ربي ربي يجازيكم ان شاء الله. الحمد لله، مبادرة مليحة وربي يوفقهم ان شاء الله. بشفع عليك ونصيبك ان شاء الله في احسن حال ان شاء الله. بمناسبة العيد اقول لكم الصحة عيدكم، نقول لهم ربي يشافيكم وكل عام وانتم بخير. سيدي الشرطي، واش يدير عندك سيدي الشرطي؟ تيشوفك جاء لك لكي يزورنا.